إيقاعات مختلفة كان الجاز قاسماً مشتركاً بينها، فعربه الموسيقية الطيعة نجحت في خلق التناغم ما بين الموسيقى الكلاسيكية والبوب. الجاز يعتمد على ارتجالات، فأي مثل ما احنا عندنا بالموسيقى العربية عندنا تقاسيم، التقاسيم لا تكتب على النوتة نهائياً، التقاسيم هي عبارة عن ارتجالات، كل عازف يتميز بخصوصيته بالارتجال حسب المقام. الجاز نفس الحالة بالضبط، نفس التطبيق، العازف الجاز إذا كان أمريكي، إذا كان سوري، إذا كان من موزمبيق، هو الجاز يفسح له المجال أن يعبر عن شخصيته وعن موسيقته. كاتيستا إليني حرصت على دمج تراثها الهنغاري مع ما تجيده من فن العزف على الكمان لتصنع ليلة من ألف ليلة ما بين النغم والصوت الشجي. في العالم الناس كلهم متشابهون، هذه هي المرة الثانية لي في الشرق الأوسط وأنا تقريبا لا أعرف أي شيء عن الثقافة العربية، لكني عندما وقفت على المسرح ورأيت انشداد الناس للموسيقى أدركت تماما أن الناس متشابهون، لا يهم إن كانوا من الشرق أو من الغرب أو أي لغة يتحدثون، فلغة الموسيقى العالمية تجمع الكل. أنغام كثيرة انسابت ما بين الشرق والغرب تحدثت لغة واحدة لم تعر بالاً لخطوط الطول والعرض التي ترتسم فوق أرضنا، لتؤكد الموسيقى لغتها الروحانية على مر الزمان. كانت مو مجرد موسيقية وإنما مستمتعة بالشي اللي قاعد تسوي، متعتنا شخصيتها الحلوة، أداء الفرقة، المايسترو طبعاً وتمكنه وخبرته. صراحة كان شي رائع، عرض جميل يعني. أبدعوا اليوم، أبدعوا بالذات يعني هي الكومبوزر يعني عندها جيفت مو طبيعية. لبرنامج اليوم على الحرة من الشارقة فائزة العزي.